الوطنية مفهوم متبادل، يعني الوطن ما هوش لوكاندا أنا قاعد فيها لما الخدمة تبقى حلوة وأسيبها لما الخدمة تبقى مش كويسة. الوطن جزء من تكويني الإنساني اللي فيه تاريخ واللي فيه جغرافيا واللي فيه أهل واللي فيه تعامل، مهم جدا للإنسان الفرد إنه يفخر بتاريخه ويؤمن بحاضره ويأمل في مستقبله. هي دي اللي بتخلق الإطار بتاع الوطنية. في بقى الوطنية الفعالة، مش بس شعورك بذلك، لأ أنت بتعمل إيه عشان تحقق لبلدك أفضل. ففي وطنية، ومش كل الناس عندهم وطنية فعالة، لكن اللي بيخلق الكلام ده كله هذا الأمر والإعلام والتعليم والثقافة.